أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التبرك بجدران الكعبة وهل يعد شركا أكبر؟ لا أصل له، لا ما هو شركا أكبر، لكنه لا أصل له. الكعبة إنما يستلم منها الحجر الأسود والركن اليماني، وما عداه لا يستلم ولا يقبل. الركن اليماني يستلم ولا يقبل، والحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه. الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه، أما الركنان الباقيان فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما. ولما رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة نهاه عن ذلك، فقال معاوية رضي الله عنه: ليس من البيت شيء مهجور. قال ابن عباس رضي الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدق. فترك استلام الأركان الشامي والعراقي، تركهما امتثالا لما بلغه من أن سنة الرسول إنما هي في الركنين. والحكمة في ذلك أن الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، وأما الأركان الباقية فالكعبة قصرت من ناحية الشمال وأخرج منها الحجر لقصور النفقة على قريش، لما أعادوا بناء الكعبة قصرت النفقة عندهم فاحتطموا من الكعبة ما يسمى بالحجر ويسمى بالحطيم، لأنه احتطم من الكعبة. فلا يستلمان ولا يقبلان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، وإن كان من الكعبة. فدل على أن الكعبة لا تستلم ولا تقبل إلا ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالكعبة وكان يتعلق بستارها أو يتعلق بالباب بباب الكعبة. هذا من التزيدات عند الجهال، هذا من التزيدات عند الجهال. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي سماحة؟ ولكنه ليس بشرك، لكنه ليس بشرك، لا يصل إلى حد الشرك، إنما يكون هذا غير مشروع، قد يكون بدعة. نعم.